كله سعاده وهنا ورضا من الرحمن، اللهم امين. ست الحبايب يا اغلى حبيبه في الدنيا، مع بعض طوال ايام الاسبوع من السبت للخميس الساعه 12 بالظبط على قناه هي يا جماعه. ليها صفحه على الفيسبوك بتتكتب هي بالعربي وبالانجليزي، اللايف بتاعنا بينزل على الصفحه، بتبقى الحلقه شغاله قدامكم على الشاشه وشغاله كمان معاكم في اللايف على الصفحه على الفيسبوك. تردد القناه 11785 يا جماعه، مهم جدا ننزلوا القناة عندكم على الريسيفر عشان احنا بنعمل مصنعات وبنعمل حاجات تهمك جدا جدا في البيت عندك وتوفر معاكي في الميزانية، بس في الاخر ما تنسوش دعوة حلوة، كل ده بس اللي بنطلبه منكم. فالنهاردة هنكمل مع بعض برضو المصنعات وهنكمل مع بعض اسبوع المدارس، لكن النهاردة عندنا السوشيال ميديا. يعني ايه؟ يعني دايما كده هنثبتها مع بعض ان شاء الله باذن الله. كل اربع من كل اسبوع هيبقى بقيه الحلقه معانا سوشيال ميديا، يعني انا بقعد كده معاكم بمسك الموبايل في ايدي وبقعد اقرا كومنتاتكم وبوريكم كمان الكومنتات بالاسم وبنقعد نرد عليها. عندك مشكله، عايزه تسالي عن حاجه، عايزه تعرفي مقدار حاجه، فبكون معاكم بقيه الحلقه كلها قاعدين مع بعض قاعده ودي كده عائليه حلوه كده، باخد ودي معاكم. وده طبعا بناء على طلبكم انتم اللي قعدتوا تقولوا عايزينك كده مع بعض في حلقه من غير اكل ونقعد نتكلم مع بعض ونحل مشاكل كتيره مع بعض ان شاء الله. فاوعوا تفوتوا حلقه النهارده. لو اختك او صاحبتك او والدتك لسه نايمه صحيها بسرعه، قولي لها يلا احضري حلقه السوشيال ميديا النهارده علشان هنقعد بقى نرغي مع بعض ونتكلم في كل حاجه انتم عايزينها ان شاء الله. قبل ما نعمل ده هنعمل وصفة من وصفات المدارس المطلوبة جدا جدا. امبارح على الصفحة ما شاء الله حلقة الجبنة، انا ما كنتش متخيلة اللي عملته على الفيسبوك، يعني طبعا بفضل الله وفضلكم بعد كده. النهاردة طلبتوا مني الجبنة كريمي، الجبنة الكوبايات بقت غالية، وبتجيبي الكوباية معفرطة بتعملي سندوتشين ثلاثة خلاص خلصت، مفيش ثلاثة حتى يعني. فالنهاردة هنعمل مع بعض الجبنة الكوبايات، وفكرتنا فيها النهاردة بقدم لولادي حاجة صحية مغذية مفيدة. الثلاثة دول مع بعض صحية مغذية مفيدة، يعني أنا هعمل لهم الجبنة الكوبايات اللي بيحبوها بطعم برة، ولكن الأصل بتاعها هيبقى الجبنة القريش. سواء الجبنة القريش عملتيها في البيت أو الجبنة القريش حتى لو جبتيها من برة، يبقى الأصل بتاعها الجبنة القريش، مش هيبان طعم الجبنة خالص، هتديكي في الآخر جبنة مغذية جدا جدا، هي جبنة الكوبايات بالظبط. وده اللي هنعمله مع بعض، مقادير بسيطة جدا ومش هستخدم غير الخلاط بس، مش أكتر من كده. تعالوا بينا بقى نسمي بسم الله ونقول المقادير وبعدين ندخل على التحضير. أنا هعملها بالأطعمة، بس الأطعمة اللي أنا مستخدمها النهاردة أطعمة طبيعية جدا زي بتاعت برة بالظبط. برة بتبقى الأطعمة كيميكال، النهاردة الأطعمة بتاعتنا طبيعية. فأنا هعمل جبنة كوبايات بالبسطرمة، وهعمل جبنة كوبايات بالزيتون، وهعمل جبنة كوبايات بالشيدر بتعمل الشيدر. دي الأطعمة اللي بتبقى موجودة برة، وعيشي بقى زي ما أنت عايزة. طيب المقدار الواحد هيبقى مقاديره إيه معايا؟ ربع كيلو جبنة قريش، بتبقى يا دوبك هي قطعة، يعني هي خرطة كده بتوزن ربع كيلو، وهيبقى عليها كوباية لبن وربع كوباية زيت وثلاث معالق كبار لبن بودرة بس، مش أكتر من كده. ونقول كمان عشان خاطر الحبايب وعشان خاطر ست الحبايب، المقادير بتاعت الجبنة الكوبايات الصحية المغذية جدا جدا. عندي لبن، كوباية لبن هحط عليها قطعة جبنة قريش وزنها بالظبط ربع كيلو، جت قطعة جت قطعتين، المهم انها في الاخر تديكي ربع كيلو، وربع كوباية زيت وثلاث معالق لبن بودر واي طعم انت بتحبيه. طب انا عندي الولاد بيعشقوا الجبنة الكوبايات بالشيدر، عادي هجيب شيدر وابشرها واحطها في الخلاط بتكنيك الشغل اللي هنعمله دلوقتي، هتديكي جبنة كوبايات مغذية بطعم الشيدر. لا يا ستي انا عندي الولاد بيحبوها بالزيتون، هجيب زيتون مخلي وبرده هديها نفس طعم الزيتون. لا احنا عايزين بقى نعملها بالبسطرمة، بابا الولاد بيحبها بالبسطرمة، ادي البسطرمة هنعملها له يا ستي بالبسطرمة، هنرضي جميع الاطراف. طب انا عايزاها سادة، اعمليها سادة. طب عايزينها قشطة، هتضيفي على المقادير اللي بقولك عليها دي علبة قشطة بتاعت الشركات مش القشطة البلدي، علشان تديكي طعم الجبنة الجاهزة بالظبط. خلاص كده نعتبر احنا غطينا كل حاجة، فاضل عندنا بس ان احنا بقى نشتغل. هنعمل ايه بقى يا استاذ احمد؟ بسم الله، ادي شفشق الخلاط. كل الاطعمة اللي هنعملها النهاردة الخطوات كلها واحدة،
وعندنا ادي الاطعمه اللي هنشتغل عليها ثلاث اطعمه النهارده. يا رانيا صباح السعاده. صباح العسل. ازيك يا رانيا؟ عامله ايه؟ ازيك يا شيفال؟ عامله ايه؟ بخير والله الحمد لله. وحشاني قوي. منوراني يا قمر. والله انا كنت زعلانه قوي ان مش عارفه اكلمك. ليه يا حبيبتي؟ بس ضغط تليفونات، لو التليفون ما بيجمعش. لا لا والله لا، انا كنت تعبانه محجزه في المطبخ. والله الف سلامه عليكي. سلامتك. سلامتك يا حبيبتي. قولي لي، ليكي اي سؤال؟ لا انا بصبح بس عليك. صباح الهنا يا حبيبه قلبي، صباحك زي الفل. تعالوا بقى نعمل اول طعم معانا وبسرعه بقى، مش عايزين ناخد وقت علشان ايه، نخلي الوقت الاكبر للسوشيال ميديا. ادي طبق هاخد فيه قطعه الجبنه القريش كده اللي هي وزن ربع كيلو، وهكسرها بظهر الشوكه كده الاول عشان تمشي معايا في الخلاط بسهوله. بصوا اهي، وتبقى الجبنه القريش ملح، تبقى دلع ملح خفيف، ما تجيبوش اللي ملحها قوي علشان الملح ما يغطيش على الطعم اللي هنحطه. فاهمين ازاي؟ اهو ناخد كده قطعه كمان. قول لي يا استاذ احمد. الجبنه اللي عملناها امبارح لقلبت الدنيا يا باشا، ما شاء الله. بعد كده ما تيجي ننزل اللايف تاني عشان يلا نجمع حبايبنا، علشان بعد شويه هقعد معاكم دلوقتي ونقعد نتكلم على السوشيال ميديا. يلا بينا ننزل اللايف تاني يا استاذ احمد. ادي كوبايه لبن اهي، كوبايه لبن بالشكل ده. بسم الله. حاضر يا رحمه. الو، ازيك يا رحمه؟ حلو الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما بخير يا عمر. كنت عايزه اسالك عن الجبنه اللي انت عملتيها امبارح. مالها بقى؟ انا كنت عايزه اعرف بس طريقه اللي هي الخل والليمون اللي مقدارها مثلا 3 كيلو. لل 3 كيلو لبن احنا قلنا هياخدوا نص كوبايه خل، اللي هو عارفه المج بتاع الشاي العادي ده، نص كوبايه خل ومعلقتين كبار عصير ليمون. ايوه بس كده، واعملي بقيه الخطوات عادي هتطلع معاكي زي العسل. ماشي. هي تتحط عليها زبادي؟ والزبادي نفس المقدار بقى، نفس المقدار اللي حطيناه، هنزل لكم المقدار تاني دلوقتي. ماشي. نورتيني يا حبيبه قلبي، نورتيني. بصوا هنا انا عملت ايه، حطيت كوبايه لبن وحطيت ربع كوبايه زيت وحطيت 3 معالق كبار لبن بودر، واللبن البودر هنا مهم جدا، بيدي طعم غني وبيدي لون وقوام الجبنه الجاهزه بالظبط، ونفس الطعم بتاع الجبنه الجاهزه. ماشي كده. ناقص عندي الجبنه القريش، فانا هاخد دول الاول في الخلاط اضربهم مع بعض. بسم الله يلا بينا نضرب.
اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. اولا عايزه اشكر كل حبايبي اللي كانوا معايا على اللايف دلوقتي، الكلام الحلو اللي مهما شكرتكم بجد لساني يعجز عن الكلام، كلكم على دماغي من فوق يعني حبايبي وعيلتي الكبيره، ما تحرمش منكم ربنا يخليكم ليا يا رب على طول. دلوقتي بقى وصلنا للفقره المهمه بتاعتنا، الفقره اللي دايما بنتكلم فيها ان انا ازاي صحتي تبقى كويسه وشكلي يبقى كويس ومتناسق، ما عنديش مشاكل صحيه ان شاء الله باذن الله، اقدر اكل كل اللي انا عايزاه، البس زي ما انا عايزه، اي موديلات تعجبني. ايه ده ازاي كل ده؟ ده كل حاجه فيهم لوحدها هي حلم من احلامنا. ان شاء الله النهارده هنحقق كل احلامنا دي مع ضيفتي القمر الجميله اللي منوراني النهارده، دكتور هبه العوضي حبيبه قلبي. ازيك يا دكتور؟ صباح الورد عليكي. عامله ايه يا دكتور؟ عامله ايه؟ كل ستات البيوت مستنيه حلقه الجبن. بجد انا كده ربنا ما يحرمنا منك يا رب والله. تعيشي يا حبيبتي تعيشي. النهارده بنتكلم على مشاكل كتير، كل مشكله حلها بالنسبه لنا حلم. حلو. يعني صحتي تبقى كويسه ده حلم، ما بشتكيش من السمنه ده حلم، طيب ان انا اكل كل حاجه ده حلم، طب ان انا البس براحتي يعني ادخل المحل اللي انا عايزاه وانقي الموديل اللي يعجبني من غير ما ابقى عماله افكر هو ده هينفع معايا ولا لا، طب يا ترى في منه مقاسات خاصه ولا لا، كل دي يعني مشاكل بنعيشها. وهي كده بس المشاكل؟ في تاني مشاكل الناس اللي بتعاني من تساقط الشعر اثناء التخسيس، واللي بتعاني من التهدل وترهل الجلد وظهور علامات التمدد والسليوليت. النهارده كورس الرشاقه والجمال همسك فيهم اكبر مشاكل بتقابل مريض السن، وخصوصا النهارده الستات، وبان الحلقه النهارده خاصه برضو برباط البيوت، عمايل الجبن واولادهم اللي داخلين مدارس، النهارده فعلا بختص الستات والبنات اللي نفسهم يخسوا من غير حرمان ولا دايت ولا رجيم، وفي نفس الوقت بيحافظوا على شعرهم في مكانه، بيحافظوا على بصيلات شعرهم، مفيش تساقط كالمعتاد بيحصل مع التخسيس، مفيش ترهل للجلد النهارده بسبب الهدايا اللي انا ملازماها او جايباها مع كورس الرشاقه والجمال. ما طبعا يا جماعه يعني الدكتور هبه هتنزل بايه غير بكورس الرشاقه والجمال؟ يعني احنا مثلا هننزل بكورس الرشاقه يا حبيبتي. طبعا يعني دكتور هبه ما شاء الله عليها، يعني من زمان وانا دايما بقول عليها هي على الحقيقه هي فعلا جميله الجميلات بدون منازع، الله اكبر عليه. يعني هنمسك الخشب مع ان ده مش خشب. عيونك الحلوه يا شيف هاله. فطبعا لما تجيب لنا كورس وتسميه كورس الرشاقه والجمال، رشاقه يعني هتخسسنا، وفي نفس الوقت كلمة رشاقة فيها حركة. حلو. زي الفراشة كده يعني. ليونة. ليونة. خفة. ما احسش بضيق تنفس ولا نهجان، اطلع السلم براحتي، اقضي حاجتي براحتي، اروح مشاوير حتى بسيطه براحتي، النهجان وخشونه الركب والمفاصل والام العمود الفقري، كل دي مشاكل جايه من الدهون الزايده، من السمنه الزايده اللي على الركب، على العمود الفقري، في الجهاز التنفسي. طب انا يعني احنا داخلين على شتاء والشتاء الشهيه بتتفتح جدا، واحنا بنلملم دايما من حوالين اولادنا بعد ما بيجوا من المدرسه. عايزه اقول لك ستوب بقى لكل ده. عايزين نبتدي حياه جديده، ومش كلام مسترسل، كلام واقعي بحالات وصور قبل وبعد لناس عدت ال 150 كيلو حققوا حلمهم ان هم خسوا من غير ترهلات في الجلد. ستات كتير قوي بتخاف تخس بس وموقفه فكره التخسيس عشان بتخاف من الترهلات لان شكله مش حلو. لا ما انت لازم تعرفيني. ايوه ده في ناس عرفيني الاول، لا قدر الله بعد ما بتخس بتضطر تعمل عمليات علشان الجلد جراحي. طب انا الحق المشكله قبل ما تحصل واوفر على نفسي، وبنفس الوقت كورس اقتصادي وعليه خصومات. كورس التخسيس احنا متعودين انا فيه بستلم الشخص اللي عايز يخس 60 يوم مع الفريق الطبي، مش هيديك الكرسي وبس، ده هيستلمك 60 يوم من اول يوم لحد اخر يوم في الشهرين، معانا خطوه بخطوه بالظبط لمده 60 يوم بالظبط كده، عشان توصل انك تنزل من وزنك في ال 60 يوم دول من 25 ل 30 كيلو بالمستريح، حسب حالتك الصحيه، حسب حرقك، حسب سنك، ايا كان، من 25 ل 30 كيلو نزول في الوزن. استلام بكورس بروتوكول علاجي، سيستم طبي مصنع بتكنولوجيا المانيه عشان اتعامل مع اجسام او اصحاب السمنه اللي كمان معاهم مشاكل صحيه زي الضغط والسكر. لازم
اكون مطمنه الناس انه مرخص من هيئه السلامه والغذاء عشان يضمنوا ان لا يحصل مضاعفات ولا اثار جانبيه وهم بيتناولوا او مستمرين على الكورس طول الستين يوم. طب المتابعه بقى اللي اتفقنا عليها ان هم هيمسكوا يعني اي حد هيتصل دلوقتي على ارقام التليفونات اللي موجوده على الشاشه، على فكره نفس الارقام عليها خدمه الواتساب وكمان صفحه الفيسبوك، تقدروا تطلبوا كورس الرشاقه والجمال النهارده اللي دكتور هبه جايبه لنا عن طريق برضو صفحه الفيسبوك. طيب الناس دلوقتي يا دكتور اللي هيتصلوا على الارقام وهيحصلوا على كورس الرشاقه والجمال النهارده، وزي ما حضرتك قلتي هيبقى فيه متابعه لمده 60 يوم بالظبط. المتابعه دي بتدفع لها فلوس؟ حلوه قوي، دي خدمه زي الاستشاره كده بتاعه الدكتور. طبعا لازم في الاستشاره في العيادات لازم بتدفع اللي هي الفيزيتا او المتابعه الاسبوعيه، لان ده مشكله تغذيه، مشكله علاج سمنه، لازم اتابع وزني وعملت ايه طول الاسبوع مع الدكتور في اخر الاسبوع، لا انا بوفر عليك كل المسافه دي او كل الرحله دي. احنا خدمه الاونلاين دي خدمه مجانيه، والمتابعه الطبيه مع العميل طول الستين يوم او طول الثلاث اشهر او الاربع اشهر واتيفر انت هتاخد كم كورس، عشان انا معرفش وزنك وصل لفين، في ناس قدامي بتوصل ل 180 كيلو فاضطروا ان هم بياخدوا اربع شهور خمس شهور وبينزلوا بال 70 وبال 80 كيلو من وزنه. فطبعا ما ينفعش كورس مهما كان امانه، مهما كان فعاليته انه يجيب نتيجه صح من غير مضاعفات، من غير متابعه اونلاين، ده انت قاعد في مكانك بتشرب كوبايه الشاي بتتابع كل اسبوع مع الدكتور او الدكتوره اللي انت بتستريح ليه. حلو. تمام؟ الكورس مكون من ست منتجات اساسيه، بشتغل على عاملين كبار جدا وسببين مهمين بيزودونا في الوزن. انا شهيتي مفتوحه ملحه ومستمره وداخلين على شتاء، الشهية بتتفتح قوي بالسقعة، عايزة ادفي نفسي واعوض نفسي، الجوع المستمر معانا وبالليل بالذات. احنا خلاص بقى خلصنا خروجات الصيف، مش هنتمنع عن الخروجات، بس خروجات والساحل والمصايف خلصت بقى، والايس كريم والحلويات مش همنعك عن ده كله، انا بس هخليك تاخد كبسولة الصبح، كبسولة طبيعية جميلة جدا خفيفة على جسم الانسان، مفيش اي مضاعفات ولا اثار، بتاخدها بعد الفطار بساعة مع كوبايتين ميه عشان تسمح للالياف الصغيره اللي موجوده جوه الكبسوله تنفش في معدتي وتكبر وتملالي ملو فيك، او يعني يعني ايه فهماني، تملالي المعده بالياف طبيعيه ويفضل جزء صغير فاضي اكل واشرب فيه طول اليوم واتنفس منه. لا انا اخدت سعرات حراريه زياده ولا انا اخدت اكل زياده هيتحول لدهون مخزنه على اللي عندي، ده انا عايزه اتصرف في اللي عندي، ولا اتمنعت من الاكل خالص ولا اتحرمت من الاكل، هتاكل كل اللي انت عايزه، هتاكل الفينو هتاكل فينو، هتاكل الجبن والشيدر والحاجات كلها هتاكله، بس كميات بسيطه قوي 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 مش هتتخيلها بعد كميه الطواجن اللي كنت بتاكلها طول سنين حياتك ومتعود عليه. احنا شعب اكيل وبنحب الاكل صح. طب دهوني بقى اللي اساسا اوريدي موجوده في جسمي اشتغل عليها ازاي؟ ده النوع التاني نتنقل عليه، كبسوله التنحيف، حزام البطن الناسف اللي بتنسف اصعب انواع الدهون، فعلا نتيجتها مبهره على حالات كتير، ومن اول اسبوع بتحس بفرق وزنك على الميزان ازاي اختلف. حلو. نيجي للاعشاب عشان تنزل الميه الزياده وتنشط الدوره الدمويه كمان، وتغسل لي الاجهزه اللي مسؤوله انها تحرق في جسمي وتكسر لي الدهون، لازم اغسلها لك وانضفها لك، انا لازم اظبط لك الدنيا خدمه 5 ستارز. الاعشاب منزله منها علبتين. نيجي على النقط اللي بتكمل عمل كبسوله التنحيف بتاعه الصبح وتشتغل على حرق الدهون طول الفترات الليليه اللي الغده الدرقيه اللي مسؤوله عن الحرق نايمه. يبقى انا شغلت جسمي خليته بيحرق 24 ساعة بعد ما كان جسمي نايم، الحرق واقف، عندي الحرق ضعيف، عندي الغدة مثلا، عندي فيتامين د ناقص، عندي مقاومة أنسولين معطل الحرق، بمعنى أصح أو بمعنى أدق أنا مش قادر أنزل بسهولة، ببذل مجهود رهيب، بقضي وقت طويل في الرياضة، بمنع نفسي، ولما بمنع نفسي وارجع اسيب تاني الدايت بيبقى عندي شراهه. انا مش هخليك تمنع نفسك من الاكل، هتاكل كل اللي انت عايزه، انا بلعب على كميه الاكل المحدوده اللي هاكلها لك طول اليوم. ده الكورس بروتوكول، ده كده الكبسولات والنقط والاعشاب ومن كل حاجه اتنين، وعليهم خصم النهارده 65% لحد الساعه 10 بالليل. حلو. ده الكورس الاساسي، ده الكورس الاساسي اللي هستلمك بيه 60 يوم شكرا، لا هتروح ولا هتيجي ولا هتبذل مجهود ولا هتتمنع عن الاكل. طيب ده الصحه،
ده التخسيس، ده فقد الدهون، وهو ده أحسن فقد في حياتي اللي هينقلني من حتة لحتة تانية من الصحة. طب جمال إزاي بقى يا دكتور؟ أنا بكلم بقى بخاطب في الهدايا اللي أنا نازلة بيها لحد الساعة 10 على الكرسي بتاعي، ثلاث هدايا، عبوتين من الكريم الشد والتنحيف اللي هقول للناس بطريقة سهلة وبسيطة إزاي عن طريق الكريم ده لما يدهنوه على أي منطقة فيها دهون وحاسين إن المنطقة دي هيحصل فيها ترهلات أو هيظهر فيها خطوط تمدد، يعملوا إيه؟ يدهنوه بالراحة كده، وخصوصا إيه؟ هتيجي تشتغلي في البيت، تقومي بكل أعمالك المنزلية في البيت، أو هتنزل بتدهني الكريم، بس بعد ما تكوني غسلة المنطقة تدهني الكريم مع تدليك خفيف، عندك وقت زودي مدة التدليك. انت كده بتسخني المنطقة وبتفتحي المسام عشان يتشرب جلدي، يتشرب يا حبذا بقى ادهن او الف المنطقة دي، وخصوصا حزام البطن، بعد ما دهنت الكريم وعملت له تدليك خفيف بالسيلوفان او اللي هو ورق الاستريتش اللي بنحطه على علب الجبنة او الكلام ده، لفي نفسك انت كده وتحركي بقى واشتغلي ساعة ساعتين وانسي نفسك، هتفكي السيلوفان او الاستريتش هتلاقي جسمك عرقان مية مية فعلا، دهون اتحرقت لان الكريم فيه الليكارنيتين وكافيين، مع كمان فيه مواد لشد الجلد عشان يمنع الترهلات. كل يوم استمري على الجلسة دي لمدة اسبوع. انا متخيلة ان المنطقة دي هتبقى عاملة ازاي يا دكتور، بعدين دي كده عملتي حصار للدهون، حصار من بره ومن جوه. والجلسة دي يا شيف هالة بيعملوها في عيادات التجميل، واسمها جلسة التكييس التنحيفي. انا بكيس المنطقة اللي فيها دهون عشان احرق الدهون واشد الجلد معاه، كده اللي هيظهر تهدل ولا ترهل جلد ولا في حاجة من السليوليت ولا الاسترتش مارك هتظهر معايا طول ما انا بخس، وخصوصا لو وزني 140 و150 كيلو. حلو جدا. خلاص يبقى انا نازله بعبوتين من الكريم عشان تدهني براحتك، ما تقوليش ان هو عبوتين من الكريم النهارده هديه مجانيه، عبوتين عشان يكملوا 60 يوم مع الكورس. انت بتخس وبتحسن شكل جلدك، بتزود حيويته، نضارته، شبابه، شدته نفسها او الشده الشبابيه اللي متعودين عليها. تالت هديه بقى البيوتين. مش بقولك انا النهارده مختصه الستات، عشان كده سميتيك جمال، يعني الجمال شعرك، تاج راسك وتاج صحتك حافظي عليه. طب انا اكلي قل من الدايت، او مش ده مش دايت، من التخسيس، لان الكبسوله فعلا مش هتخليكي تاكلي كميه الاكل اللي كنت بتاكليها. ممكن شعرك يسقط، ممكن شعرك يتأثر، البصيلة تضعف، مش واصل لها غذاء، يبقى عوض غذاء البصيلة بتاعت شعري ازاي عشان تحافظ على الشعر الموجود. اديها كبسولة البيوتين الشهيرة في علم معالجة الشعر وسقوط الشعر، وخصوصا الناس اللي عندهم الصلع الوراثي والثعلبة، شعرهم بيتأثر من اي حتى ضغوط نفسية مش تخسيس بس. كبسولة واحدة بعد الفطار او بعد الغداء يوميا على مدار الستين يوم هتحافظي على شعرك بكامل طوله ووجوده وعدده وصحته طول ما انت بتخسي. حققت تخسيس، عالجت الشهية المفتوحة الملحة، عالجت الحرق الضعيف بالنقط وبالأعشاب وبالكبسولات التنحيف، وخصوصا الناس اللي عندها ثبات في الوزن وما بتخسش، عالجت ثبات الوزن وكسرته، عالجت فكرة بعبع اني عايزة اخس من غير حرمان او دايت، وفي نفس الوقت حافظت على رونق شعري وجماله، ورونق وجمال وحيوية جلدي حفاظا عليه من الترهل والتهدل. ومن هنا بقى جي اسم الكورس النهاردة، الرشاقة والجمال. الرشاقة يعني دكتور هبة النهاردة هتخسسنا مدة الستين يوم بمنتهى الأمان جدا، زي ما هي قالت مفيش حرمان، هتأكلنا كل حاجة، لأن المعدة مثلا حوالي 80% من حجم المعدة بيتقفل بالعشاء، بتملاه طبيعي صح كده، وفي المقابل بقى 20% اللي باقيين من حجم المعدة بتاكلوا فيه أي حاجة، مفيش أي مشكلة خالص. كمان النهارده بقيه الكورس الثاني او القسم الثاني من الكورس هو الجمال، عبوتين كريم يا جماعه جايين النهارده هديه مجانيه. مش بس كده، كل مشاكل الشعر بامر الله هتنتهي معانا من عبوه البيوتين اللي جايه، برده هديه مجانيه النهارده. وما تنسوش ان المتابعه لمده الستين يوم مجانيه، والشحن كمان مجانا. كل اللي مطلوب منكم وانتوا قاعدين في مكانكم
هتتصلوا على ارقام التليفونات اللي موجوده دلوقتي قدامكم على الشاشه، ولو لقيتوا في ضغط التليفونات والارقام ما بتجمعش مثلا يعني مثلا، هتقدروا كمان تدخلوا على خدمه الواتساب. مش بس كده، ادي كمان صفحه الفيسبوك اهي قدامكم على الشاشه، نزلناها تاني. تقدروا عن طريق برضو صفحه الفيسبوك، ودي الصفحه الوحيده، تطلبوا كورس الرشاقه والجمال النهارده اللي هو فيه تخسيس وفيه كمان جمال، يعني اللي هي هتخسي وتحلوي. واتكلمنا عن ازاي هنخس وهنعالج الشهيه، واتكلمنا ازاي هنحافظ على شعرنا، بس كمان هنتكلم عن الشق الاقتصادي بعد بس بعد المداخله. ناخد تليفون الاول. يا لميا. يا لميا ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك يا لميا؟ الحمد لله كويسه. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، والله فضل ونعمه الحمد لله يا رب دايما. ممكن اكلم دكتور هبه؟ اتفضلي. هيسه معاكي، اتفضلي. ازيك يا لميا؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله نعمه وفضل. حلو قوي قوي اسم الكورس، الرشاقه والجمال الاثنين. ايوه هيعجبكم انتوا كستات قوي. ما تنسي كورس كده حبيبي يا اكبر. قولي يا لميا، سامعينك. انا كنت بس عايزه اسال ان هل انا لو خدت الكورس بالنسبه للاكل اللي من غير يعني سبب، يعني شويه لب، شويه سوليني، شويه كلطاس، بيبسي، كل ده هيقف ولا برضه لسه هستمر على الرمرمه دي؟ قصدك ان انت دلوقتي بتحبي كده تنقنقي في كل حاجه. فلما تبتدي تاخدي الكورس النقنقه دي هتتلغي تماما ولا برضه هتفضل شغاله؟ صح كده؟ ده سؤالي فعلا. ماشي، ايه تاني؟ بس طيب بصي يا لميا، دلوقتي دكتور هبه هتجاوبك، بس طبعا هتجاوبك بسرعه. انت تقدري دلوقتي يا لميا، انت او كل حبايبنا اللي بيشوفونا دلوقتي يتصلوا على ارقام التليفونات اللي موجوده دلوقتي قدامكم على الشاشه. هتلاقوا فريق طبي يا جماعه على اعلى مستوى، متخصصين في مجال التغذيه والتخسيس، حاجه كده عارفين يعني بجد وهم ما شاء الله عليهم. هيقعدوا يقولوا لكم كل الكورسات المناسبه ويعملوا لكم فايل، ومن اللحظه دي مش هيسيبوكم لمده الستين يوم. خلاص خلاص انتوا وهم بقيتوا عيله واحده، هيفضلوا ماشيين معاكم خطوه بخطوه لغايه ان شاء الله لما توصلوا لبر الامان باذن الله. دكتور هبه هي بتحب تلقط، تقول لك لب، شوكولاته، سوداني، مش عارف ايه، يعني كلنا لميه يعني كده. فلما تاخد الكورس بقى ايه اللي هيحصل؟ انت عارفه لو حاله الشبع اللي بتعملها الكبسوله اقدر اجسمها كده واقدر اوصفها للناس بطريقه مجسمه عشان يشوفوا قد ايه الكبسوله بتقفل الشهيه من اول يوم كنت عملتها. حرفيا الكبسوله بتقفل، مش هتسد النفس، الشهيه الملحه. انا ممكن اخد قرطاس لب وانا قاعده يزودني في الوزن، بس الكبسوله هتخليني اخد شويه صغيرين وهبقى قايمه راضيه. بالظبط. مش عايزه تاني طاجن مكرونه، سمك، طواجن، رقاق، اي حاجه متعود عليها واكل فيها وبدوس فيها. شوف نفسك بعد اول يوم كبسوله مش هتكمل ربع الكميه اللي كنت بتاكلها حرفيا. فهي ما تقلقش، يعني مش هتمنع تماما، لان هي في المعتاد انها بتمنع. لكن مش هتمنع. انت هتاكلي كميات بسيطه جدا. انا بلعب يا جماعه على كميه مش نوع الاكل. تمام، يبقى ده الرد على لميا. بالظبط. طيب الاسئله بقى المعتاده بتاعتنا، اقدر الكورس ده مثلا، انا لو شايفه بنتي دلوقتي مثلا في سن اعدادي وداخله على مرحله سمنه، كورس النهارده مناسب ليها؟ اوعي اوعي تصبري، اوعي تعودي معدتها انها على طول مفتوحه من الاكل بره، مش هتعرفي تتحكمي فيها. بالظبط. هاتي لها الكورس المناسب لسنها. مش عارفه مين هيساعدك، الفريق الطبي هو اللي هيساعدك. هيقول لك كل تفصيله صغيره وكبيره بخصوص الكورس، وهيتابع معاكي فتره الستين يوم او حتى الشهر لو هي هتاخد الكورس الفردي. والكورس الفردي برضو عليه نفس الهدايا، علبتين الكريم وبيوتين الشعر عشان تحافظي على شعرك وتحافظي على جلدك. الشق الاقتصادي انا مهتميه بيه جدا 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 في الظروف مع دخله المدارس والاهالي. صح. بيصرفوا فعلا دلوقتي قيم ماديه جامده، لبس المدارس والسندوتشات والمصاريف المدارس. تعتبر الميزانيه بتبوظ مع دخله المدارس دي. خالص بالعكس، انا عامله النهارده اسعار مميزه بخصم 65%، موفره ان الشحن مجانا لجميع المحافظات، عامله ثلاث هدايا على الكورس ال 60 يوم. وخلي بالك كورس ال 60 يوم وانا ضغطهم في بعض ده سعره، يعني لو هتشتري كل كورس لوحده لا ده احسن من كده كمان. طبعا اقتصادي اكتر، اقتصادي اكتر. تعالي بقى نشوف صور كده قبل وبعد. يلا نشوف حبايبنا اللي خدوا الكورس بتاعنا. هو ده كورس، بصي بقى واقف وقفته شامخه. مفرود حلو. ليه يبقى عندك كميه الدهون دي في منطقه الوجه بتاعت جسمك؟
منطقة الصدر، منطقة الكرش والجناب، ما ينفعش، لأن كل الدهون دي بتعمل إيه؟ شد العمود الفقري معاها. ما هي هتتعلق بمين؟ بالعضلات اللي متعلقة في العمود الفقري، شداه سنة ورا سنة، أنا جسمي هيتأثر وعمودي الفقري هيتأثر وأنا في سن صغير. عشان كده دلوقتي بنشوف شباب بيشتكوا من ظهرهم وبيجي لهم الديسك والغضروف وهم في سن صغير، أو بيجي لهم الضغط والسكر في سن صغير. ده مش عشان مشكلة صحية، ده عشان الدهون زيادة في البطن. بالضبط، الدهون زيادة تعودوا عشان هي مفتوحة. سكريات، مدمنين، لا، حاول انك انت تنزل وزنك. يعني بصي، الوزن ده نازل حوالي 22 كيلو ومعظمهم من المنطقة الوسطى من الجسم. باينة جدا لو قارنتوا يا جماعة بين الصورتين، انتوا شايفين الفرق عامل ازاي. اولا هو سنا تحس انه صغر، لسه بقول شاب، شكلا صغر، وخلي بالك هو سنه صغير زيه او حاله حال شباب كتير قوي متعودين على الاكل الدليفري. السمنة كانت مدياله سن اكبر من سنه. بالظبط، صح، وبتخلي صحته تتراجع لورا. فانا ليه الحق نفسي وهو شاب زيكم يا جماعه؟ حتى الشباب اللي سامعيننا ده شاب زيكم متعود على الاكل على الجامعه يا جماعه. بالزبط. او حتى داخلين مرحله جديده، ما داخلين على مرحله ثانوي، محتاجين ان احنا نظبط شكلنا وصحتنا كمان. الحاجه دي عسل قوي دي. جميله، انا بحبها عليها. ما شاء الله، والله جدع، برافو عليها. خسه كتير، 45 كيلو من وزنها بسنها ما شاء الله 54 او 55 سنه. كان في مشكله في الضغط عندها، يعني بيخليني او بيضطرني ان اديها يعني كده. عندها كذا مشكله يا دكتور، كذا مشكله في العمود الفقري والخشونه والضغط، وكان عندها خشونه كمان. بالظبط، كان خشونه وضغط، والضغط ده بيحجمني قوي، بيخليني اخاف جدا ومهتميه او حريصه جدا على الماده الفعاله اللي بديها لها بتركيزها. طبعا تركيزات وكورسات مختلفة تماما لو ما كانش عندها ضغط. ومع ذلك قدرت تتغلب على كل ده، استخدمت الكورس، تابعت مع الفريق الطبي، والحمد لله وصلت للوزن اللي هي عايزاه اللي يسمح لها ان هي تأدي حياتها بسهولة، بصحة، تقوم تصلي، تقوم تتوضى، تقوم تقضي حاجاتها، تخدم نفسها، تخدم ولادها. ولادها نازلين رايحين مش عارف فين، تروح معاهم، ما تبقاش هي قاعده مش قادره تتحرك، نفسها تنزل مع ولادها مش قادره، نفسها تنزل تجيب حاجه مش قادره، نفسها تتحرك جوه البيت بتتحرك بصعوبه، لو اتحركت بتنهج، مش قادره تتحرك، ركبها خلاص بقى فيها خشونه، ركبها مش قادره تشيل الوزن الزايد عليها. فكل ده ان شاء الله وبفضل الله بيتلغي، وكل ده بيتمحي، وفي المقابل في نفس الوقت انتوا بتاكلوا كل حاجه، محدش بيمنعكم من حاجه. يعني زي ما بنقول كده، لا للحرمان، مفيش حرمان، مفيش دايت، مفيش ريجيم. دي خلاص مدارس جديده الطب نزل بيها وعرفها، لان عارف ان نسبه السمنه بتزيد قوي قوي قوي، والناس خايفه من فكره الحرمان او عندهم مشكله في الحرق بتاعهم ضعيف ما لهمش تحكم فيه. خلقنا الكورسات او الطب تقدم، ودلوقتي كبسولات اللي بتقفل الشهيه، والكبسولات كمان اللي بتعالج الحرق وتكسير الدهون الضعيف اللي بيصاب بيه الناس ومش عارفه من ايه. ممكن يكون سبب عندي مقاومه انسولين وانا مش عارف، بس حرقي ضعيف، ساعتها انا بطلب تحليل وبفهم ايه انت حرقك ضعيف من ايه. ما هو في مناقشه بتتم ما بيني وما بين العميل، ممكن توصل 10 دقايق ساعه. طبعا لا، دي المكالمه الاولانيه لما بعرف حالتهم. باخد فايل عن حالتهم الصحيه، كانوا بيعانوا من مشاكل، طب ياخدوا دواء ايه. لو شكيت في حاجه ممكن اطلب منهم تحاليل. انا بامن نفسي، ولازم امن مريض السمنه، لازم امن نفسي عشان انا التارجت بتاعي ان انا اوصل لكل شبر في مصر، بس بطريقه امنه، تخسيس بطريقه امنه، مش اي تخسيس وخلاص. وهو ارضي هو كمان اني انا احافظ له على صحته زي ما هي، بل بالعكس احسنها. الناس اللي عندهم الضغط بيستغنوا عن ادويه الضغط كتير او ادويه السكر مجرد ما بيخسوا، بعد ما الوزن بينزل، لان طبعا الميه الزياده اللي في الجسم بتنزل، والدهون، الميه الضاره والدهون اللي حوالين الاوعيه اللي مضيقه لي الاوعيه وبرفعها لي الضغط نزلت. وسعت الاوعيه الدمويه، الدم بيجري بشكل مناسب وسريع وطبيعي، خلاص هيرتفع عندي الضغط. ليه؟ خلاص بستغنى عن ادويه الضغط والمشاكل اللي كانت تابعه للدهون اللي كانت عندي. طب نقول تاني بقى يا دكتور كده، الكورس تاني، كورس الرشاقه والجمال، يعني اللي هتخس فيه وتحلوي، انا في المقابل هترجم اسم الرشاقه والجمال، يعني هخس وهحلو في نفس الوقت. مكوناته بقى ايه يا دكتور؟ مكوناته اساسيه النهارده، وعايزه كل ست وكل راجل كمان وكل بنت
بسرعة تتصل بأرقام التليفونات. النهاردة العرض موجود لحد الساعة 10. الكورس 60 يوم متابعة طبية ودي مجانية مع الفريق الطبي. طب استني يا دكتور ناخد بس عبير ونرجع نقول مكونات الكورس على طول. يا أستاذة عبير أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله رب العالمين. ربنا يخليكي انت تباركي. الحمد لله نورتينا. ربنا يخليكي أنا بحب حضرتك جدا. ربنا يخليكي تعيشي. ربنا يديكي الصحة يا رب. ممكن أكلم دكتورة هبة؟ اتفضلي يا معاكي. سامعاكي اتفضلي. أستاذة عبير ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله يا حبيبتي. من فضلك يا دكتور انا عندي 28 سنة تمام؟ تمام. ووزني 95 وعندي غدة درقية وعندي ضغط. حلو. ضغط؟ ضغط. الضغط امتى؟ يعني بقاله حوالي مثلا سنتين كده. طيب تمام. طب هقولك انا كنت بسألني. قلتي وزنك 90 كيلو 28 سنة عندها الضغط وعندها خمول في الغدة الدرقية. عايزة تعرف إذا كان الكورس مناسب لحالتها ولا لا. طيب بصي فيلي اسمعي دكتور هبة هتجاوبك بس برضو هقولك زي حبيبتنا الأولانية اتصلي دلوقتي على أرقام التليفونات اللي على الشاشة علشان الفريق الطبي يرد عليكي هيفهم منك أكتر. وزي ما دكتور هبة بتقول لكم المكالمة بتطول بتاخد 10 دقايق ممكن توصل لربع ساعة على ما بياخدوا كل المعلومات اللي هم عايزينها عشان يوصفوا إن شاء الله الكورس المناسب ويمشوا معاكم لغاية ما توصلوا لبر الأمان. أرقام التليفونات على الشاشة عليها خدمة الواتساب وصفحة الفيسبوك كمان تقدروا تطلبوا العرض النهاردة أو بوكس النهاردة الرشاقة والجمال عن طريق الثلاث وسائل دول أرقام التليفونات وخدمة الواتساب وصفحة الفيسبوك كمان. قبل ما نختم بسرعة يا دكتور مكونات كورس الرشاقة والجمال النهاردة. كورس الرشاقة النهاردة بس عايز أرد على المتصل عشان ما تزعلش. طب يلا. النهاردة في كورس مخصص ليها هيعالج مشكلة الحرق بسبب خمول الغدة الدرقية. كورسات الضغط عندها ضغط وطبعا كلنا عارفين الضغط ده بسبب دهونها الزايده زادت ل 90 كيلو هو اللي سبب لها الضغط وباذن الله هيتحل مجرد ما هتخس. بس تتصل بارقام التليفونات لان طبعا الكلام باستفاضه لان زي ما انا قلت طبعا المكالمه بتبقى طويله كلام باستفاضه هيفهموها على كل تفصيله في الكورس بتاعها. تمام. ولازم هتلاقي نتيجه من اول اسبوع. كورس الرشاقه والجمال النهارده 65% خصم عليه 6 منتجات اساسيه نوعين من الكبسولات وعلبتين من الاعشاب وعلبتين من النقط يكفوا عندي 60 يوم معاك الخدمه مع الفريق الطبي. دي خدمه مجانيه بقدمها ومعايا 3 هدايا خاصه بالجمال وخاصه بالستات علبتين من كريم الشد والتنحيف اللي بيمنع الترهلات وكمان علبه بيوتين كبسولات تغذيه بصيلات الشعر والشحن كمان مجانا لجميع المحافظات والمتابعه كمان مجانيه لمده ال 60 يوم. شكرا يا دكتور نورتيني يا حبيبتي. اشكرك اشكركم على متابعتكم الكريمه وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخيرها تكون عجبتكم وتفيدكم وان شاء الله ان كان لينا عمر نتقابل في حلقه جديده تفيدكم وتعجبكم اكتر واكتر ان شاء الله. السلام عليكم.